بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد كنا في باب الغضب في الموعظة والتعليم إذا رأى ما يكره أو رأى ما يكره، وذكرنا فيه حديث أبي مسعود البدري وحديث زيد بن خالد الجهني. والليلة نصل إلى حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أشياء كرهها، فلما أكثر عليه غضب، ثم قال: سلوني عما شئتم. قال رجل: من أبي؟ قال: أبوك حذافة. فقام آخر فقال: من أبي يا رسول الله؟ قال: أبوك سالم مولى شيبة. فلما رأى عمر ما في وجهه قال: يا رسول الله، إنا نتوب إلى الله عز وجل. هذا الحديث فيه هذا الأدب من آداب المعلم، وهو زجره لمن أخطأ، ويكون ذلك بالتي هي أحسن وبما يقنع، ولا يكون ذلك عن شدة ولا عن تجهم ولا عن تنفير. فهذا الحديث رواه عدد من الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسيأتينا من وجه آخر. فهنا عن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم، أي سأله بعض الناس، وقد كره لأصحابه كثرة السؤال، وبين أن الله كره لهم ذلك، ونهاهم عن تشعب المسائل، فقال: إنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. وذلك أن الله سبحانه وتعالى هو الحكيم الخبير، وهو أحكم الحاكمين، فهو ينزل من العلم ومن الوحي ما شاء، وتنزيله يأتي في الوقت المناسب الذي يحتاجون إليه. وكثرة العلم دون أن يكون معها عمل أو قبل أن يحتاج إلى ذلك مما ينسيه، فينسي بعضه بعضاً، أو لا يقوم الناس بحقه، وهذا ما خيف عليهم، ولم يكونوا يكتبون إذ ذاك، ولم يكونوا متفرغين للعلم، بل كانوا مجاهدين ويدعون ويتربون. فلو أن العلوم أنزلت عليهم جملة كما كان للأمم السابقة لاختص بها قوم وكانوا رجال دين، فكانت فيهم الرهبنة، وهذا غير وارد في الإسلام، فأهل الإسلام جميعا رجال دين، وكلهم لا بد أن يأخذ حظه من ميراث النبوة وأن يتعلم هذا الوحي. فلذلك أنزل القرآن مدرجا في 23 سنة، وبين الله حكمة ذلك، فقال: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. وكل ما يحتاج الناس إليه من أمر الدين والدنيا سيأتيهم في الوحي، فهذا الوحي منهاج شامل لشؤون الدنيا والآخرة، وكل ما يحتاج إليه لا بد أن يأتي فيه. ولذلك ضمان الله لحفظه شامل لما يحتاج إليه منه، ما لم يصل إلينا من الكتب الحديثية، ونحن نأسف على فقدها، ككتاب بقي بن مخلد، وهو المسند الكبير الذي هو من أجمع كتب الحديث. من حكمة الله أن ما فيه من الأحاديث التي نحتاج إليها هي فيما وصل إلينا. وقد كان الناس يأسفون على فقد سنن سعيد بن منصور، ولم يكن يوجد منه إلا مجلد واحد، فوجد منه 5 مجلدات الآن مطبوعة، ولكن ما جاءت بجديد، كل ما فيها من الموجود سابقا. وهكذا، فعلم أن حفظ الله للشرع مقتضي لحفظه للحديث، وأن كل ما يحتاج إليه من العلم سيبقى موجوداً إلى أن يرفع هذا القرآن ويرفع العلم ويتودع من الناس. فلذلك كره لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم المسألة، لا عن تجهيل ولا عن تحريص على عدم العلم، بل العكس، كل ذلك يقصد به التحريص على العلم وعلى حفظه وعلى العمل به. وكان هذا من أدب الناس حتى بعد نزول الوحي واستتمام الشريعة، فكان الفقهاء إذا سئلوا عن مسألة قالوا: هل نزلت أم لا؟ فإن قيل: لم تنزل بعد، قالوا: دعونا من الأرائيتيين. الأرائيتيون هم الذين يقولون: رأيت لو كان كذا. دعونا من الأرائيتيين، إن لها رجالا يعاصرونها يفتح لهم فيها. فكل قوم إنما
يفتون فيما يزد من النوازل في زمانهم ويفتح لهم فيه، أما ما لم يرد فالأصل عدم التكلف في ذلك، والله يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم: وما أنا من المتكلفين. فلذلك سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أشياء كرهها، ولفظ كرهها هنا ذكره البخاري في الباب، لأنه قال: إذا رأى ما يكره أو رأى ما يكره، إذا رأى ما يكره هو، وهو هنا قال كرهها، أو رأى ما يكره أي ما يخالف الشرع، سواء كانت تلك المخالفة على وجه التحريم أو على وجه الكراهة. وفي ذلك إشارة إلى حديث آخر سيأتي به البخاري الصحيح، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن ربكم حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع النهات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. فهذا الفرق بين ما كره وما حرم. وهذه الأشياء التي كرهها النبي صلى الله عليه وسلم وجه كراهتها إما أنها لم تقع وأنهم لا يحتاجون إليها وأن فيها ما هو مما لا يعنيهم، وقد نبههم النبي صلى الله عليه وسلم أن من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. فالحديث عن ما مضى من شأن الناس ودولهم وتواريخهم مما لا يدخل في حياتنا ولا نحتاج إليه في يومياتنا هو مما يخالف حسن إسلام المرء، لأن حسن إسلامه يقتضي أن يهتم بما يعنيه أولا، وفيما يعنيه غنية وقنية وكفاية. فمن الصعب أن يحتاط الإنسان بكل ما يعنيه فضلا عن أن يتكلف ما لا يعنيه. وقد كان بعض الدعاة يقول: الواجبات أكثر من الأوقات، ويقصد أن واجبات الإنسان علما وعملا ودعوة وجهادا قد لا تتسع لها الأوقات وهو سائر في الطريق. فليس معنى ذلك أن الله شرع لنا ما هو معنتنا وما هو أكثر من مما نتحمل، بل لم يشرع الله لنا إلا ما نطيق، لكن أوقاتنا مزدحمة. وقد قعد المواق لذلك قاعدة جميلة فقال في كتابه سنن المهتدين، قال: حقوق الأوقات لا يمكن قضاؤها، إذ ما من وقت يمر إلا ولله عليك فيه خطاب شديد وأمر أكيد، فكيف تقضي فيه حق غيره وأنت لم تؤدي حق الله فيه. فلما أكثر عليه أكثروا عليه من هذه المسائل، الشيء اليسير يمكن أن يتحمل. ولذلك فإن أصحاب الكهف برنامجهم في كهفهم ترسيخ صفتين فيهم، هما الرحمة التي يتعاونون بها فيما بينهم، والرشد الذي يعاملون به غيرهم. فقالوا: فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. وقالوا في دعائهم: ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. لكن عندما بعثوا قال: وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم. قال قائل منهم: كم لبثتم؟ هذا ليس في البرنامج، كأنه سؤال خارج الموضوع. ومع ذلك لم يتندروا به، فقالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم. ومع ذلك أجمعوا قالوا: ربكم أعلم بما لبثتم. فلم يسترسلوا في مثل هذا النوع، ولم يتضايقوا أيضا من السؤال القليل خارج الموضوع. فهذا هو أدب العلم، أن الشيء اليسير مما يخرج عن الموضوع لا حرج به، والشيء الكثير الذي يمل ويفسد الوقت مذموما. فلما أكثر عليه غضب، وغضب النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو لغضب الله، والمقصود بغضبه هنا ما يرى في وجهه، ولم يتكلم بما يفهم منه الغضب، وإنما يعرف في وجهه الغضب، وكان في جبهته عرق يدره الغضب فيحمر وجهه بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: سلوني عما شئتم. أراد أن يؤدبهم بأدب، فمن كان آمرا بمعروف فليكن أمره ذلك بمعروف، فلهذا قال: سلوني عما شئتم، وهو تنبيه لهم على أنه من قبل نهاهم عن كثرة المسائل وأن ما لا خير فيه لا يسألون عنه، مع ذلك أحال المشيئة إليهم فيما يسألون عنه. قال: رجل من أبي؟ هذا رجل من قريش وكان صاحب دعابة،
وهو عبد الله بن حذافة بن قيس بن عدي، وكان كثير الدعابة واللعب، وله قصص في ذلك، منها أنه حل غرض رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على راحلته، فقال: ما حملك على ما صنعت؟ قال: لقد علمت يا رسول الله أنك لن تسقط. وكذلك فإنه أمر على سرية فأصابهم برد شديد، فلما رأى فيهم ذلك وهم غزاة ومجاهدون وينبغي أن لا يستكينوا للبرد، أمرهم فجمعوا حطبا كثيرا وأوقدوا نارا كبيرة، ثم قال: ألست بأميركم؟ قالوا: بلى. قال: ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أطاع أميري فقد أطاعني؟ قالوا: بلى. قال: عزمت عليكم أن تقتحموها. فقالوا: ما أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا فرارا من النار، فكيف ندخلها؟ فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو دخلوها ما خرجوا منها، إنما الطاعة في المعروف. فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وعبد الله كان بعض الناس يعيره من قريش، يعيرونه فينسبونه إلى غير أبيه، وذلك لأن من يكثر الدعابة والخطاب الناس سيخاطبه الناس، كما قال الربيع بن أبي الحقيق: ومن دعا الناس إلى ذمه ذموه بالحق وبالباطل. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال، فقال: يا رسول الله، من أبي؟ فأثبت النبي صلى الله عليه وسلم نسبه بما لا يدع مجالا للشك، فقال: أبوك حذافة، حذافة بن قيس بن عدي. وسمعت أمه بهذه الحادثة فأقسمت أن لا تكلمه بعد، قالت: لقد علمت ما كان عليه نساء الجاهلية، فأردت أن تفتضحني أمام الناس، ولولا أني حصان لافتضحت. فأمه أقسمت لا تكلمه بعض، لأنها رأت أنه معتوه. ولذلك قال البدوي رحمه الله: فهو إذا معتوه لدى الحصان أمه، لدى الحصان معنى العفيفة أمه، فجعلته معتوها، لأنه يسأل عن هذا الأمر ونساء الجاهلية فيهن كل ذلك. فقام آخر، رجل آخر، فقال: من أبي يا رسول الله؟ وهذا الرجل من قريش، وكان ينتسب لرجل آخر من قريش، فنسبه النبي صلى الله عليه وسلم النسب المكروه، معناه الذي لم يكن يريده، فنسبه إلى مولى شيبة. فقال: من أبي يا رسول الله؟ قال: أبوك سالم مولى شيبة. وحينئذ لا منازعة، فقد ثبت أيضا أنه ليس لأبيه، وأصبح نسبه هو النسب الذي أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رأى عمر ما في وجهه، عمر بن الخطاب رضي الله عنه من أفقه الناس وأعلمهم بأحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأى ما في وجهه من الغضب قال: يا رسول الله، إنا نتوب إلى الله عز وجل. وسيأتينا في حديث أنس أن عمر برك على ركبتيه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. فسكت، أي فسكت الغضب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسكوت الغضب معناه هدوءه، فلما سكت عن موسى الغضب أي هدأ الغضب عنه. ثم قال: باب من أعاد الحديث ثلاثا ليفهم. هذا أدب آخر من آداب المعلم، وهو إعادة الحديث وتكراره ليفهم. والناس ثلاثة أقسام: قسم يحفظ بالمرة الواحدة وهم الأذكياء، وقسم لا يحفظ إلا بكثير من التكرار، وبينهما نطاق وسط وهو جمهور الناس. فلذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال الكلمة قالها ثلاثا لتفهم، فالثلاث لا تمل الأذكياء الذين حفظوا من مرة واحدة، وما زاد عليها سيملهم، ولو اقتصر على كلمة واحدة على مرة واحدة لاستوعب ذلك الأذكياء ولم يستوعبه من دونهم. فلذلك أخذ بالحد الوسط وهو وسط الناس، فكان يعيدها ثلاثا. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يحب الوتر، لأنه أخبر أن ربه جل جلاله يحب الوتر، إن الله وتر يحب الوتر، فكان
إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثة، وإذا سلم على مر على قوم فسلم عليهم سلم عليهم ثلاثة. عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا حتى تفهم عنه. إذا تكلم بكلمة أي من العلم مما يحتاج فيه إلى الفهم، وليس ذلك في كلام الناس المعتاد. وأنتم تعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم له صفتان، صفة النبوة والتبليغ عن الله، والصفة البشرية. فالصفة البشرية يتكلم بها كلاما بشريا كالسؤال والاستفهام والإخبار بالأمور المعتادة ونحو ذلك، وهذا لا يحتاج فيه إلى تكرار. وصفة النبوة والتبليغ يحتاج فيها إلى أن ينقل ذلك عنه، لأنه أمر بالتبليغ، وقد قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. والتبليغ يحصل برواية العدل الواحد عند الجمهور، فلا يلزمه أن يبلغ كل من أرسل إليهم قطعا، لأنه أرسل إلى من بلغ إلى يوم القيامة. ولكن إذا روى عنه من تقوم به الحجة فذلك كافي. وقد قال جدي رحمة الله عليه: لا يلزم النبي أن يبلغ جميع ما علم مما بلغ، بل كان يكفيه إذا ما أنفق مرويه واحدا أو ما اتفق. إذا روى عنه واحد، كثير من الأحاديث التي عليها مدار الإسلام هي من رواية أفراد، واحدا أو ما اتفق من الناس. وهذا الواحد في الأصل لا بد أن يكون ممن تقوم به الحجة. ولذلك رد الحنفية حديث بسرة بنت صفوان في أن من مس ذكره فليتوضأ. قال الحنفية: هذا من أحكام الرجال، وهو مما يكثر وقوعه فيكثر السؤال عنه، فلم ينقل تواترا، ولو كان الحديث صحيحا لرواه رجل، والرجال رووا خلافه كحديث طلق بن علي: وهل هو إلا بضعة منك. فلذلك رأى الحنفية أن مس الذكر لا ينقض الوضوء، لأن هذا الحديث من أحاديث النساء وهو من أحكام الرجال. ولذلك قال عبيد الله بن عمرو بن حزم، عبيد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم قال: تذاكر أبي وعروة بن الزبير يوما ما يجب منه الوضوء، فذكر عروة وذكر حتى ذكر مس ذكر، فقال أبي: ما علمته. فقال عروة: أخبرتني بسرة بنت صفوان به. وعروة قد تلقاه أولا عن طريق مروان عن بسرة بنت صفوان، فلما تشكك فيه عروة أرسل مروان حرسيا إلى بسرة فصدقته، ثم سمعه عروة من بسرة فكان يحدث به. وهذا النوع يسمى عند أهل الحديث المزيد في متصل الأسانيد. المزيد في متصل الأسانيد معناه أن تروي الحديث بنزول ثم تجده بعلو، فتارة تحدث به بالواسطة وتارة تحدث به بالمباشرة، فكل قد حصل. فهذا الذي يسمى المزيد في متصل الأسانيد. وإذا أتى على قومهم فسلم عليهم سلم ثلاثة، إذا أتى على قوم معناه مر عليهم، كما جاء التصريح بذلك في الحديث الآخر. الباب هي حديثان لأنس، وحذف المختصر هنا أحدهما. فإذا مر على قوم هو معنى أتى على قوم، فسلم عليهم سلم ثلاثة. والخلاف في معنى سلم ثلاثة، فقيل قال: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. وقيل بل معناها قال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فهذه ثلاث جمل، لأنه جاء رجل فقال: السلام عليكم، فقال عشر، فجاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله، فقال عشرون، فجاء ثالث فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فقال ثلاثون. وذلك أن كل جملة دعاء وهي حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، فيكون حينئذ سلم عليهم ثلاثا بمعنى قال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أو قيل معنى ذلك السلام وما بعده، فيقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف أنتم، كيف أحوالكم مثلا، فيكون هذا سلاما بثلاث جمل، بلفظ السلام وبما بعده مما يسأل عنه عادة من الأحوال. ثم قال: باب تعليم الرجل أمته وأهله. عقد هذا الباب لأن تعليم العلم جاء فيه طلب العموم، وأن يكون مشاعا للناس، وأن يتعلمه الناس جميعا.
لكن ليس معنى ذلك أن يهمل الإنسان تعليم أهله، فأهله الأدنون هو مسؤول عن تعليمهم وعن وقايتهم من النار، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فعلى الإنسان أن يسعى لوقاية أهله وأولاده ومن حوله من النار، ومثل ما ينفق عليهم في شأن الدنيا فيبدأ بنفسه ثم بمن يعول، كما جاء في الحديث: ابدأ بنفسك ثم بمن تعول. فكذلك تعليمهم وإرشادهم وتربيتهم ونصحهم يبدأ بالأقربين، فالأقربون أولى بالمعروف. وبين ذلك في أمته وأهله، وذلك أن لفظ الأهل يطلق إطلاقين: إطلاقاً خاصاً على الزوجة، وإطلاقاً عاماً للأقارب جميعاً. فأهل الرجل امرأته، وأهل الرجل أيضاً كل من حوله من الناس. وبما أن الأمة هي التي وردت في الحديث صرح بها بالخصوص، فقال عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لهم أجران: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، والعبد المملوك إذا أدى حق الله وحق مواليه، ورجل كانت عنده أمة يطأها فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم أعتقها فتزوجها فله أجران. هذا الحديث رواه أبو موسى الأشعري رضي الله عنه، ورواه عنه عامر الشعبي، عامر بن شراحيل الشعبي، وهو من سادة التابعين من العراق. وقال عامر للذي حدثه به عن طريق بريد وهو أبو بردة عن أبي موسى قال: لقد آتيناكها بغير شيء، وكان يرحل في مثلها إلى خراسان، مسافة طويلة في طلبها، فيما دونها إلى خراسان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لهم أجران. المقصود أن هؤلاء الثلاثة ممن يؤتون أجرهم مرتين، وليس المقصود أنه لا يؤتى أحد أجره مرتين غير هؤلاء الثلاثة. فقد جاء في القرآن إثبات أن أمهات المؤمنين يؤتون أجرهن مرتين، قد قال الله تعالى: ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. ومعنى ذلك مضاعفة الأجور، فالحسنة بعشر أمثالها لكل الناس، ويضاعف الله لمن يشاء. وأمهات المؤمنين إذا كانت الحسنة بعشر أمثالها فلهن بعشرين ضعفا، وإذا كانت تضعيف إلى ألف ضعف مثلا فلهن بألفين، إذا كانت بسبعمائة ضعف فلهن بألف وأربعمائة ضعف، وهكذا. هذا معنى أن تؤتى أجرها مرتين. وهذا التضعيف ذكره الله في الحسنات هنا، لكن قال أيضا: يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين. هنا لم تضاعف السيئة، فالسيئات لا تضاعف وإنما تكون بمثلها فقط إلا أن يتجاوز الله عنه، لكن الوعيد على أمر لم يقع، وقد حفظهن الله جل جلاله وأكرمهن وطهرهن. لكن كان هذا تهديداً لمن سواهن وموعظة بليغة لكل المؤمنات. قال: يا نساء النبي، وقد قامت عليهن الحجة أكثر من سواهن، من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين، وكان ذلك على الله يسيرا. فالمقصود بمضاعفة العذاب ضعفين أي بشدة العذاب، شدة الجزاء، وليس المقصود أن السيئة تضاعف، السيئة لا تضاعف. ونظير هذا في شدة العذاب ونحوه عدد من مما وردت فيه نصوص في شدة العذاب، فالمقصود به الشدة لا المضاعفة. لذلك قال الله تعالى في سورة الفرقان:
والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. يضاعف له العذاب ليس المقصود مضاعفة السيئات بل المقصود مضاعفة جزائها وما يترتب عليها. نسأل الله السلامة والعافية. رجل من أهل الكتاب أي من الملتين السابقتين من اليهود أو من النصارى، وإذا أطلق أهل الكتاب فالمراد هاتان الملتان. وقال الطائفة بل يدخل معهم الصابئون لأن الله ذكرهم مع اليهود والنصارى في إقامة الحجة وفي الذين يميزهم الله يوم القيامة من الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله، فعدهم مع اليهود والنصارى. آمن بنبيه، فاليهود نبيهم المقصود موسى لأنه الذي أنزلت عليه التوراة، ومن وراءه من أنبيائهم إنما هو مجدد للملة، والأنبياء منهم من جاء بملة جديدة ومن كان مجددا لما عفى من ملة سبقت، ولا ينافي ذلك قول الله تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فالمقصود بالشرعة الملة العامة، وهي يشمل ملة من سبق وملته هو. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم في الأصل أمر بملة إبراهيم، ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، وأمره باتباع ملة إبراهيم وهو قطعا صاحب ملة وتجديد، وكتابه مصدق لما بين يديه من الحق وناسخ له ومهيمن عليه. فدل ذلك على أن بعض الأنبياء يكون مجددا مصلحا في جانب معين. فلوط على ملة إبراهيم، لأن الله قال فآمن له لوط، ولكن مع ذلك جاء هو مصلحا لأمر شاع وهو الفساد والشذوذ الذي شاع في أصحابه. وشعيب كان على ملة إبراهيم كذلك، ولكنه جاء أيضا مصلحا لفساد مالي شذوذ فيما يتعلق بالميزان، في تخسير الميزان وإبخاس الناس سلعهم وأموالهم، جاء الإصلاح المالي. آمن بنبيه وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، النصارى مثلا نبيهم عيسى، وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم فكان على ملته السابقة، ولما بعث الله محمد صلى الله عليه وسلم اتبعه، أو كان على ملته السابقة ولما قامت عليه الحجة حتى بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. حتى اليوم من كان منهم صادقا في اتباع ملته ثم آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم فإن الله لا يضيع عمله السابق، بل يكتب له فينال أجرين، أجر الملة السابقة وأجر هذه الملة، وطبعا أجر هذه الملة أعظم وأكبر وقد سبق ذكر ذلك. ولهذا فإنه ساق المسلمين أفضل بكثير من الدرجات من رهبان اليهود والنصارى وأحبارهم، فهم ساق وجهلة وهم أفضل من أحبار ورهبان، لأنه بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله دينا من أحد سوى الإسلام، وقد سبق ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وسبق الحديث الذي أخرجه مسلم صحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفس محمد بيده لا يسمع به أحد من هذه الأمة لا يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن به إلا أدخله الله النار. والنبي صلى الله عليه وسلم هنا شرط السماع، قال لا يسمع به، فقيل المقصود بالسماع مجرد أن يسمع أن نبيا بعث، ولو سمع به مشوها كما تسمعون الآن ببوذا أو تسمعون بأي معبود من معبودات أهل الأرض، يجب عليه أن يتثبت وأن يبحث حتى يصل إلى جلية الأمر وعلمه. وبمجرد بلوغ اسم الإسلام واسم هذا النبي قامت عليه الحجة، ولو مات ولم يسلم فهو إلى النار. وقيل المقصود بسماعه به أي على وجه الحق، فإن لم تبلغه دعوته وإن كان سمع به، ولم تبلغه هذه الدعوة إلا مشوهة ومكذبة ومات على ذلك، فقال هؤلاء هو معذور، فيكون مثل أهل الفترة الذين يبعث إليهم النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة ويمتحنون حينئذ، فمن علم الله فيه الخير وفقه لتصديقه، ومن علم فيه الغير خذله فسلطه على نفسه بالتكذيب.
وهذا يشمل بعض الأمم التي لم يصل إليها المسلمون كبعض أطراف الأرض. واليوم عن طريق الشبكة وعن طريق الإعلام بلغ هذا الدين ما بلغ الليل والنهار. ولكن لا ينكر أن يبقى بعض العوام والمزارعين وأطراف الناس في اليابان أو في الصين أو في أماكن شتى لم يسمعوا بالمسلمين ولم يسمعوا بالرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، فيكون هؤلاء كأهل الفترة يبعثون يوم القيامة ويمتحنون، لأن الله قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وهؤلاء ما قامت عليهم الحجة. والعبد المملوك إذا أدى حق الله وحق مواليه، هذا الثاني من الذين يؤتون أجرهم مرتين. العبد المملوك إذا أدى حق الله وأدى حق مواليه، فحق الله وما أوجب الله عليه وما نهاه عنه، وحق مواليه معناه طاعة أوليائه ونصحهم، فإذا فعل ذلك كان له أجران، وذلك أنه خفف عنه في مقابل الملك في التكليف، فأسقطت عنه الزكاة، وأسقطت عنه الجمعة، وأسقط عنه الجهاد، وأسقط عنه الحج إلا بإذن وليه، فأسقط عنه كثير من التكاليف في مقابل ما عليه، ومع ذلك ازداد أجره، فهو من يؤتى أجره مرتين. فيكون مالكه مثلاً الحر إذا صلى وصلى معه عبده، للمالك أجر صلاة واحدة وللمملوك أجر صلاتين، وذلك في مقابل الرق. وقد سبق أن الرق ليس إهانة ولا أذية للبشر، وإنما هو صفة حكمية تمنع صاحبها أو تنقص من صاحبها بعض الأهلية، فهو مثل السفه ومثل الحجر، وهي صفات ناقصة للأهلية ولها سبب، وسبب الرق في الأصل الكفر، ورتب الشارع عليها أحكاما، ولكن هذه الأحكام أيضا في مقابلها رتب عليه أجورا وفضلا، وحض الشارع على عتق الأرقاء حضا كثيرا. ولذلك جاء الثالث من هؤلاء الثلاثة الذي يؤتى أجره مرتين، قال ورجل كانت عنده أمة، وقد جاء هو بهذه الرواية وهو يطأها، وليست في هذه الرواية في هذا الموضع من الصحيح من صحيح البخاري. رجل كانت عنده أمة فأدبها فأحسن تأديبها، كانت عنده أمة أي كان يملك أمة، فأدبها وأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها. والفرق بين التأديب والتعليم أن التعليم في الجانب النظري وأن التأديب في الجانب التطبيقي. فالتأديب هو في التدريب والجانب العملي، والتعليم هو في الجانب النظري. فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم أعتقها فتزوجها، فله أجران، لأنه أولا أجر العتق والتحرير، وأجر الإحسان إليها بالزواج بعد ذلك، فهذان أمران، أو أجر التدريب التعليم والتأديب، أدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها، فكل ذلك مما يضاعف الله به الأجر. ثم قال باب عظة الإمام النساء وتعليمهم. طبعا وجه الاستدلال في الحديث السابق القسم الثالث، فإنه علم أهله، وأمته هنا هي من أهله. قال باب عظة الإمام النساء وتعليمهن، هذا من آداب المعلم، وهو مراعاة الفروق الفردية بين الناس، وهذه الفروق منها ما يكون شخصيا ومنها ما يكون جماعيا. في الجانب الشخصي سيأتينا فيه اكتبوا لأبي شاه، مراعاة الأفراد الذين لا يحفظون ويكتب لهم. أما ما هو جماعي كما ذكر هنا في النساء، فإن النساء لا يلين الإمام وقد يخفى عليهن شيء من خطبته، وفي بعض الأحيان يشتغلن بأولادهن فتنقطع بعض المعلومات فلا يسمعن ولا يستوعبن ذلك كاملا، فاحتجن إلى إسماعهن وخصوصية لهن، فخصهن رسول الله صلى الله عليه وسلم. عظة الإمام النساء، والعظة التاء التي فيها عوض عن الواو في أولها،
التاء في آخرها عوض عن الواو في أولها، فأصل ذلك وعظ الإمام النساء، فحذفت الواو وعوضت منها التاء، وذلك مثل عدة وسنة وغوبة ونحو ذلك مما حذف أوله وعوضت فيه التاء في آخره. والإمام هو فاعل المصدر وهو عظته، والنساء هذا المفعول المصدر كما تعلمون إذا أضيف إلى فاعله ينصب مفعوله، وإذا أضيف إلى مفعوله يرفع فاعله، كما قال ابن مالك: وبعد شره الذي أضيف له كمل برفع أو بنصب عمله. عظة الإمام النساء وتعليمهن، معناه باب تعليمهن أيضا تعليم الإمام النساء. والمقصود بالإمام هنا من ينوب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو في الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم هو الإمام، وهو الذي وعظهن وعلمهن. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ومعه بلال، فظن أنه لم يسمع النساء فوعظهن وأمرهن بالصدقة، فجعلت المرأة تلقي القرط والخاتمة وبلال يأخذ في طرف ثوبه. هذا الحديث في عيد، إما في عيد أضحى أو فطر، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المصلى وكان يأمر بإخراج العواتق والحيض وربات الخدور، يشهدن الخير ويكثرن سواد المسلمين، كما في حديث أم عطية رضي الله عنها. فهو في هذه الدولة الحديثة ويتربص بها الأعداء، وأعداؤها فيهم من الداخل المنافقون واليهود المجاورون الذين هم من رعايا الدولة، وفيها من الخارج المشركون والدول الكبرى المحيطة بها في فارس والروم. فهو يحتاج إلى تكثير السواد، لأنه يردع الأعداء ويهزمهم ويظهر أبهة الإسلام، فلذلك أمر النساء بالخروج إلى المصلى، وشهودهن للأعياد يعلمهن، يستفدن تعليماً ووعظاً وأجراً، ومع ذلك يفيدنا في تكثير سواد المسلمين. فالدعوة محتاجة إلى كثرة السواد، فلذلك احتيج إلى خروج النساء لمثل هذا، وأمرهن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخروج للأعياد. كنا نؤمر بإخراج العواتق والحيض وربات الخدور، يشهدن الخير ويكثرن سواد المسلمين، حتى الحيض، ولكن أمرهن أن يعتزلن المصلى، معه لا يدخلن بين الصفوف، هذا مصلى صحراوي ليس فيه بناء، لكن لا يدخلن بين الصفوف. وكان النساء ذاك الملابس ليست بالكثيرة، فكان بعضهن لا تجد ما يكفي في الستر، فأمرهن أن يقتربن إلى أخواتهن يسترنهن معهن من ملابسهن، إذا كانت إحداهن تلبس عباءة متسعة تدخل معها جارتها فتسترها إلى أن تقوم. والرسول صلى الله عليه وسلم وقف في الناس فوعظهم في خطبة العيد، وخطبة العيد بعد الصلاة، لما صلى العيد قام فخطب، فظن أنه لم يسمع النساء، أنهن لم يتمكن من كلامه لكثرة الناس، وإلا فصوت النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة كما ذكرنا سابقا كان يسمع من البلاط من 500 متر، أي نصف كيلو، يحفظ الناس خطبته من نصف كيلو. وقد بينت أم حميد وغيرها أنها كانت تحفظ خطبة النبي صلى الله عليه وسلم وهي في دارها، تسمع خطبته في مسجده وهي في دارها فتحفظها. فخرج ومعه بلال، وكان بلال من الملازمين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من جهاز أمني مختص بالنبي صلى الله عليه وسلم يسمى بالحراس. والأجهزة الأمنية النبوية 3: جهاز خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم بأمن النبي صلى الله عليه وسلم وهم الحراس، وهذا الجهاز من رئيسه عبد الله بن مسعود، ومن أفراده أبو بكر الصديق وبلال ومحمد ومسلمة وسعد وأبي وقاص وعدد من الصحابة الكرام هم الحراس. والجهاز الثاني جهاز أمن الجماعة، وهو الذي يعرف أسرار الجماعة ومن سيدخل في فتنة ومن فيه شائبة نفاق، وعلى رأسه حذيفة بن اليمان، ومن أفراده أبو هريرة، وسيأتنا قريبا حديث يدل على ذلك، وهو أخذت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعائني من العلم أما أحدهما فبثته
وأما الثاني فلو بثثته لقطعت مني هذا الحلقوم. فهو هذا المتعلق بأخبار الناس ومن سيدخل منهم بالفتنة ومن يكون شرا ومن تسوء خاتمته، نسأل الله السلامة والعافية. والجهاز الثالث هو جهاز الأمن الوقائي، جهاز التجسس ومكافحة التجسس، وعلى رأسه عمرو وأبي أمية الضمري وافد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يسبق النبي صلى الله عليه وسلم في كل غزوة شهرا فيحدد المنازل أين سيقيل النبي صلى الله عليه وسلم وأين سيبيت ومكان الإبل ومكان الخيل ومكان السقاية، يحدد ذلك كله. ومن أفراد هذا الجهاز صفوان بن المعطل السلمي، وكان يتخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم في كل سفر يوما وليلة ثم يلحق به، ثم يبقى في ذلك المنزل يوما وليلة ثم يلحق به، فإذا بقي شيء من المتاع أو جاء الطلب من ورائهم أو وصل إليه خبر لحق به فبلغه. وهو الذي جاء بأمنا عائشة رضي الله عنها لما تخلفت في غزوة المريسيع، وكان ذلك سبب حادثة الإفك. هو دائما مكلف بهذه المهمة، يبقى بعد النبي صلى الله عليه وسلم في كل سفر يوما وليلة في كل منزل ثم يلحق به. وقد ذكر القرطبي في التفسير في قصة صفوان بن المعطل هذه في سورة النور أنه يسن لكل مسافرين أن يكون لهم درك يبقى وراءهم فيحمي ظهورهم ويأتيهم بما تخلف من متاعهم وشأنهم ويؤمن لهم في الخلف إذا جاءهم خبر جاءه خبر أو أي شيء تجدد يخبرهم به. وقد نظم ذلك جدي الشيخ محمد علي لكن ما أحفظ نظمه تماما، فيه يندب ترك السافرين أين كانوا أمينا بالغيوب عينا، يتركوا أمينا بالغيب عينا وراءهم. فظن أنه لم يسمع النساء، ظن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يسمع النساء أي جميعهن، فوعظهن من جديد مع أنه قد وعظهن في خطبته العامة للناس، فخص النساء بذلك. فوعظهن وأمرهن بالصدقة، وذلك أنه قال باب عظة الإمام النساء وتعليمهن، فوعظهن هذا الجملة الأولى من الباب، وأمرهن بالصدقة هذا الأمر الثاني مما في الباب، باب معقود لأمرين العظة والتعليم، فالعظة في قوله وعظهن والتعليم في قوله وأمرهن بالصدقة. وذلك أنه بيّن لهن أن الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وبيّن لهن قال يا معشر النساء تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار، وقد سبق الحديث. فجعلت المرأة تلقي القرطة والخاتمة، جعلت المرأة أي كل امرأة أو عدد من النساء، وليس المقصود أنها امرأة واحدة، جعلت المرأة تلقي القرطة، وفي لفظ فجعلن وأومأ إلى حلوقهن وآذانهن، فيأخذن حليهن يأخذنه من الآذان ومن الرقاب ويرمين به يتصدقن به. وهذا مبادرة في الخيرات، فبالإمكان أن تذهب إلى بيتها وتأتي بصدقة أو ترسلها إلى المسؤول عن ذلك جمعه وهو بلال، لكن أردنا المبادرة إلى الخير، وقد شرع الله ذلك فقال فاستبقوا الخيرات، وقال سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض، وقال وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، وقال تعالى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، وقال تعالى ذلك يوم التغابن. فأردنا المبادرة إلى الخيرات، فما معهن من المال إلا حليهن. وهذا الحديث يدل على مشروعية خروج المرأة بالحلي المستور، أن ما كان مستورا من حليها يجوز أن تخرج به، حتى لو علمت أنها ستأتي بقرب الرجال كما كخروجها إلى المصلى الصحراوي في العيد، فيجوز أن تخرج بحليها المستور، لكن أمرهن الله بعدم الضرب بأرجلهن لئلا يسمع صوت خلاخيلهن. فالخلخال الذي يكون في الساق إذا سمع صوته ذلك الصوت هو الذي يسمى وسوسة في لغة العرب، ومنه الوسوسة وسوسة الشيطان،
لأنها كالصوت الخفي، فصوت الحلي هو الذي يسمى وسوسة. ومن ذلك قول الأعشى: تسمع للحلي وسواسا إذا انصرفت. وكذلك قول أبي تمام: وإذا مشت تركت بقلبك ضعف ما بحليها من كثرة الوسواس. استعمل الوسواس في معنيه: وإذا مشت تركت بقلبك ضعف ما بحليها من كثرة الوسواس. والله أمرهن لا يضربن بأرجلهن، قال: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. ودل ذلك على أن ما كان مستورا باللباس هو ما يخفين من زينتهن، وأنه لا حرج في الخروج به. أما ما سوى ذلك فلا ينبغي الخروج به، ما ليس مخفيا من الزينة لا يخرجن به. والأقراط جمع قرط، وهو ما يعلق في الأذن من الحلي، والمثل يضرب بقرطي مارية، قالوا أغلى من قرطي مارية. مارية هي أم أبناء جبنة ملوك غسان ملوك دمشق في الجاهلية، وأقراطها كان المثل يضرب بهما، قالوا أغلى من قرطي مارية. جعلت المرأة تلقي القرطة والخاتمة، تنزع الخاتمة من يدها فتلقيها أيضا. وبلال يأخذ في طرف ثوبه، بلال يأخذ ما يرميه النساء فيجمعه ويجعله في طرف ثوبه لبيت المال، فهو مكلف بهذه المهمة. ووجه الاستدلال بالحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم خص النساء هنا بعد أن خطب خطبة عامة تشمل الرجال والنساء، خص النساء وذكرهن ذكرى خاصة، قال: يا معشر النساء تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار. ثم قال: باب الحرص على الحديث. عقد هذا الباب وهو من آداب الطلب، ولكن فيه أدب أيضا من آداب التعليم. فالحرص على الحديث أن يكون الإنسان حريصا على ما يستفيده من العلم، ويعلم أن العلم سلعة غالية، وأنه لا ينال إلا بالجد والتشمير والاجتهاد، مبيض وجه باكتساب كريمة حتى يسوده شحوب المطلب، ولا يمكن أن ينال إلا بسهر وتعب. فموسى قال: حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. والحرص على الحديث بالخصوص على جمعه دليل رشد، لأن الإنسان يزداد من حظه من ميراث النبوة. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك، لما رأيت من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال: لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه. هذا الحديث قصة حصلت لأبي هريرة رضي الله عنه، وقد أسلم في العام السابع من الهجرة، ولكنه لزم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أحرص أصحابه على حفظ الحديث. وسيأتينا أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما يعينه على حفظ الحديث، فأمره أن يبسط رداءه أو ثوبه، فحثى له رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه ثلاثا، وأمره فضمه إليه فما نسي شيئا بعد. هذه معجزة من معجزات النبوة. وكان أكثر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حديثا، مع أنه لم يعيش معه إلا ثلاث سنين، لكن حفظ فيها هذا العلم الكثير. قال: قلت: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ سأل أبو هريرة رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أسعد الناس، معناه وأحقهم وأكثرهم حظا فيها، بشفاعتك يوم القيامة؟ والمقصود بالشفاعة هنا الشفاعة الخاصة، الشفاعة بدخول الجنة، لأن للرسول صلى الله عليه وسلم شفاعات يوم القيامة، ولذلك نسب الله الشفاعة إلى الشافعين، فقال: فما تنفعهم شفاعة الشافعين.
فالشافعون الذين يشفعون منهم الرسل والأنبياء، فكل منهم يشفع في من شفع فيه، ومنهم الصالحون من دون ذلك. ففي هذه الأمة رجال يشفع كل واحد منهم في مثل ربيعة ومضرة في قبائل كبيرة، ومنهم الشهداء فإنهم يشفعون في ذويهم، ومنهم الولدان الصغار الذين ماتوا قبل الحنث فإنهم يشفعون في آبائهم وأمهاتهم، وكذلك الآباء يشفعون في أولادهم كما قال الله تعالى: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. وأهل العلم يذكرون 9 شفاعات. أولها الشفاعة الكبرى، وهي مختصة برسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم، فإنه يشفع في أهل الموقف جميعاً، يدخل في شفاعته آدم ومن دونه، فكلهم يدخلون في شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة، وسيأتينا أنهم يبدأون بآدم ثم بنوح ثم بإبراهيم ثم بموسى ثم بعيسى، وكلهم يقول: نفسي نفسي ربي لا أسألك إلا نفسي، إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، حتى يأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: أنا لها، فيخر ساجدا تحت العرش، فيلهمه الله ثناء لم يثني به أحد قط على الله، فيثني به عليه، فيناديه: يا محمد ارفع رأسك واشفع تشفع واسأل تعطى. فيشفع رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الشفاعة الكبرى للناس، يدخل فيها الكفار والمسلمون إما إلى جنة وإما إلى نار. ثم بعدها الشفاعة الخاصة، وهي الشفاعة الصغرى، وهي للكافر المشرك الذي مات على الكفر بتخفيف العذاب عنه، وهذه تنال رجلا واحدا وهو أبو طالب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع له فيخفف عنه العذاب. وقيل الذين يرون أن أبا طالب أسلم يقولون هي لأبي لهب، فإن أبا لهب يسقى قدر ما بين إصبعيه في يوم الاثنين الذي اعتق فيه ذويبة حين بشرته النبي صلى الله عليه وسلم. وعموما رجل واحد من أهل النار هو أخفهم عذابا، يخرج من النار فيوضع في ضحضاح من نار يغلي منه دماغه، وفي رواية: فيطأ جمرتين بأخمصيه يغلي منهما دماغه، يرى أنه أشد أهل النار عذابا وهو أخفهم عذابا يوم القيامة. وهذه الشفاعة تخفيف العذاب فقط، ولكن ليست إخراجا من النار ولا إدخالا للجنة. وكذلك الشفاعة لمن يستحقون دخول النار من المسلمين فيحال بينهم بين دخول النار، وكذلك ممن دخلوها من المسلمين فيخرجون منها وقد اسودوا وامتحشوا كما سبق الحديث السابق. وكذلك الشفاعة لدخول أهل الجنة، وهي الشفاعة في فتح أبواب الجنة، فإنه أول من يحرك الحلقة فتفتح له أبواب الجنة 8 بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. تفضل. الشفاعة 9 سأعيدها حتى تتذكروها وتكتبوها. أولا الشفاعة الكبرى لأهل المحشر من الساهرة لينطلقوا إما إلى جنة وإما إلى نار. ثانيا الشفاعة للكافر الذي هو مستحق للبقاء في النار لتخفيف عذابه فقط وليس لإخراجه. الثالث الشفاعة للمسلم الذي يستحق النار أن لا يدخلها. الرابع الشفاعة للمسلم الذي دخل النار ليخرج منها. الخامس الشفاعة لأهل الجنة ليدخلوها لتفتح لهم أبوابها ليدخلوها جميعا. السادس الشفاعة برفع الدرجات للذين كانوا في ربض الجنة ليرتفعوا إلى أعاليها. السابعة الشفاعة بجمع الشمل في الجنة، فمن كان في درجة عالية من أهل الفردوس الأعلى وكانت زوجته أو كان ابنه أو أخوه في درجة دون ذلك بالشفاعة يجتمع شمله. الثامنة الشفاعة بحقوق الآدميين فيما بينهم، فقد سبق أن الحقوق 3 أقسام: حق لا يغفر وهو الشرك، وحق لا يترك وهو حقوق الآدميين، وحق في المشيئة وهو حقوق الله المتمحضة. التاسعة شفاعة رب العالمين جل جلاله، يقول: انتهت شفاعات الشافعين وبقيت شفاعة أرحم الراحمين، وقد سبق فيها الحديث: أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله، أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من خير أو من إيمان،
فتلك شفاعة أرحم الراحمين جل جلاله. ويحثي ثلاث حثيات بيمينه جل جلاله. وهؤلاء في قلوبهم إيمان علمه الله ولم يظهر عليهم بأي ظهور، لا يعلمه إلا الله جل جلاله، فالإيمان الخفي في قلوبهم أخرجهم الله به من النار بشفاعة الرب جل جلاله وهو أرحم الراحمين. فهو يسأله: من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد ظننت يا أبا هريرة، ظننت هنا بمعنى علمت وأيقنت، أن لا يسألني عن هذا الحديث أي عن هذا الأمر أحد أول منك، معناه قبلك، لما رأيت من حرصك على الحديث. فبين أن هذا أنه علم ذلك عن طريق القرينة لا عن طريق الوحي. وهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد، وهذه مسألة خلاف بين الأصوليين. فكثير من الأصوليين ينكرون الاجتهاد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويرون أن كل أعماله عن طريق الوحي فقط، لأن الله قال: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. لكن في أمور غير التشريع وغير ما ينزل إليه من الوحي يجتهد كأتم الناس عقلا، وهو أتم الناس عقلا وتدبيرا وأكملهم خلقا وخلقا، فهو يجتهد كما يجتهد الناس. فلذلك قال له: لما رأيت من حرصك على الحديث، هذا لم يرها عن طريق الوحي، وعلم أنه لن يسأله أحد عن هذا الأمر قبل أبي هريرة. بما علم ذلك بينه: لما رأيت من حرصك على الحديث، لم يقل أن جبريل أخبره وأوحى إليه بذلك، بل إنما عرف ذلك لما رأى من حرص أبي هريرة على الحديث. وهذا دليل على أن المقصود بالحرص على الحديث ما يشمل حفظه وفهمه، فأبو هريرة هنا إنما سأل ليفهم عن أمر متعلق بالشفاعة، فهو يعرف أن شفاعة للنبي صلى الله عليه وسلم حاصلة ويؤمن بها، لكنه سأل عن أسعد الناس بشفاعته. فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه ونفسه. فالذين قالوا لا إله إلا الله وكانوا صادقين في ذلك مخلصين لله جل جلاله لم يقولوها إكراها ولا طمعا، وقالوها على علم، فشهدوا بمقامات الشهادة الأربع السابقة التي بينا لكم: المقام الأول العلم، والمقام الثاني النطق، والمقام الثالث الالتزام بمقتضياتها، والمقام الرابع السعي لإلزام الغير بمقتضياتها. ومقتضيات شهادة أن لا إله إلا الله قد بينا أنها أربع: أولها أن لا يعبد إلا الله، وثانيها أن لا يدعى وأن لا يتوكل وأن لا يعتمد إلا على الله، وثالثها أن لا يشرع ولا يحكم ولا يحل ولا يحرم إلا الله، ورابعها أن لا يحب حب الإلهية إلا الله. وقد ذكرنا أدلتها من القرآن فيما سبق. ومقتضيات شهادة أن محمد رسول الله أيضا ذكرنا أنها ثلاثة: أن يصدق في كل ما أخبر به، وأن يطاع في كل ما أمر به، وأن لا يعبد الله إلا بما جاء به، بالإضافة إلى ما مع ذلك من الأدب معه وتوقيره وإجلاله ومحبته، فذلك من حقوقه صلى الله عليه وسلم، وهو أولى بالمؤمنين من أنفسهم. من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو من نفسه. قال ابن تيمية رحمه الله: نصوص الوعد والوعيد كلها مقيدة، كل آية وكل حديث فيه وعد بدخول الجنة أو فيه وعيد بدخول النار فهو مقيد، وليس شيء منها باقيا على إطلاقه. كيف يكون مقيدا؟ من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه لكنه ترك الصلاة أو قتل نفسا تؤمن بالله واليوم الآخر، هذا ليس أسعد الناس بشفاعته، فلا بد أن يكون مع ذلك الالتزام، وهذا من مقتضياتها أن يعمل بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك أحاديث وآيات الآيات والأحاديث التي فيها وعيد بدخول النار على ذنوب معينة فهي مقيدة، لأن المقصود إذا لم يتب ولم يؤمن ولم يختم الله له بخاتمة السعادة. كثير من الناس مثلا يسمع الوعد
في حديث من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة في الصباح والمساء، ومن قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة، أو تجده يحافظ على الصلاة في الجماعة لأنه سمع الوعد في ذلك، ولكنه يشرب الخمر أو يأكل الربا أو يقع في هذه الفواحش. لا بد أن يخاف على نفسه وأن يعلم أن الوعد مقيد، والله كريم سبحانه وتعالى ونحن لا نتألى عليه، فهو يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، فمن وفقه وتاب عليه فبفضله، ومن خذله وأضله فبعدله، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون سبحانه وتعالى. من قال لا إله إلا الله خالصا، معناه قال ذلك مخلصا، والإخلاص بمعنى التوحيد الكامل الذي لا يشوبه شك ولا ريب ولا إشراك، من قلبه، معناه قال ذلك مقتنعا به من سويداء قلبه أو من نفسه. أبو هريرة تردد هنا في هذه الكلمة، هل قال النبي صلى الله عليه وسلم خالصا من قلبه أو قال خالصا من نفسه، ومعناهما واحد، لأن المقصود القوة الباطنة في الإنسان التي يعبر عنها بالقلب، لأنه الذي تقلب به الآراء حتى يصل الإنسان إلى الصواب، ويقال له النفس لأنه باطن الإنسان وحقيقته، ويقال له البصيرة لأنه تدرك به الأمور، ويقال له الفؤاد لأنه يفقد الإنسان ليهتم، وهكذا. فكل هذه القوى الباطنية لها أسماء متعددة، والعقل لأنه يعقل صاحبه عن المعاطب، وكلها أسماء وظيفية تطلق على هذه القوة الباطنية بسبب وظيفة من وظائفها. بعض الناس يظن أن هذه أشياء متعددة، القلب والعقل والنفس والبصيرة والفؤاد، هذه ليست أشياء متعددة، هو قوة باطنية، وهذه القوة الباطنية لها وظائف، فوائد تقوم بها، أدوار، فكل وظيفة تسمى فيها باسم. وهذا الحديث فيه أدبان، أدب للمعلم وأدب للمتعلم، فأدب المتعلم هو الذي عقد له الباب، وهو الحرص على الحديث، كما كان أبو هريرة رضي الله عنه والنبي صلى الله عليه وسلم عرف منه الحرص على الحديث وشهد له بذلك. وأدب المعلم وهو تشجيع الطالب والثناء عليه بما فيه من الخير تشجيعا له على ذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم شجع أبا هريرة وبين له أنه موقن أنه لن يسأله أحد عن هذا السؤال قبله، هذا سؤال مهم، فشجعه عليه. ثم قال: باب كيف يقبض العلم. عقد هذا الباب لكيفية قبض العلم، وقد ذكرنا أن العلم سيرفع، وذكرنا أنه في آخر الزمان سيرفع القرآن، فعقد هذا الباب لكيفية قبضه، وذلك ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو هذا. فقال عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جحالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. الرواية التي في البخاري: رؤوسا جحالا، وفي هذا الموضع رؤساء جاءت في رواية أخرى قد سبق أنها رواية الترمذي. فعبد الله بن عمرو سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، معناه أن ينزعه في وقت واحد، وقد جاء في لفظ انتزاعا ينتزعه من الناس في وقت واحد كرفع القرآن مثلا، رفع القرآن يسرى عليه في ليلة واحدة فيمحى من القلوب والمصاحف، وذلك أيضا حال رفع الأمانة، فإنها ينام الرجل النومة فيسرى على الأمانة فتمحى من قلبه، فيصبح أثرها كالوقت كجمل دحرجته على رجلك فنفط وانتفخ فتراه منتبرا وليس فيه شيء. ولكن يقبض العلم بقبض العلماء الذين اختارهم وأتمنهم على الوحي، يبقي معهم ما معهم من الوحي حتى يموتوا وهم على ذلك، ولكن يقبضهم الله سبحانه وتعالى فيعجل قبضهم. وإذا قبض العلماء ولم يبق من يرثهم ولا من يحمل علمهم، حينئذ يقبض العلم، لأنهم الذين يرونه ويحملونه وينزلونه منازله،
بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما، إذا لم يبقى عالم تقوم به الحجة في الأرض أو في أطرافها. وقد جاء تفسير قول الله تعالى أننا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، أن ذلك بقبض العلماء، فموت العلماء هو نقص الأرض من أطرافها، هذا التفسير لبعض السلف. وإن كان التفاسير السلف كما ذكرنا لا يقصد بها الحصر، فقبض الأرض من أطرافها أيضا فيه وجه آخر، وهو أن السماوات والأرض في الأصل كانتا رتقا، ففرقهما الله سبحانه وتعالى فتقهما، فالسماء لا تزال في ازدياد مستمر مضطرد كلما ارتفعت، لأن الله قال السماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، والأرض لا تزال في انكماش، فاليبس ربع الأرض، ولكن ما يخفي الماء من الأرض يظهر مقابله في جهة أخرى من جهات الكرة الأرضية. وهذا أمر الله سبحانه وتعالى في هذه الأرض التي قدر بها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، اتخذ الناس رؤوسا أي قادة جهالا، فيستفتونهم ويسألونهم في أمور الدين فيفتونهم بأهوائهم المضلة. ورواية رؤساء جهالا بمعنى أن القيادات الزمانية التي تتولى السلطة والقيادة تتجاسر على الفتوى وتريد أن يكون لها مكانة بما لا تستحقه من أمور الدين، فحينئذ تؤمم الدولة قضية الفتوى وتعين فيها من ليس كفاً ويوسد الأمر إلى غير أهله، فيتخذ الناس الرؤساء جحالاً، فهم جحال بحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كثرت أقوالهم ولو اشتهروا في الإعلام ولو انتشر صيتهم بين الناس فهم جحال، وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وهذا ما نشهده ونراه. فسئلوا يسألهم الناس فأفتوا بغير علم، وهذا جسارة على الله سبحانه وتعالى وقول عليه بغير علم، وقد عدل ذلك الشرك بالله، لأن الله قال قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، فالقول على الله بغير علم عدل الشرك بالله جل جلاله، جسارة عظيمة على الله سبحانه وتعالى وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول الإنسان ما لا علم له به في شرع الله. فضلوا وأضلوا، يترتب على ذلك ضلالهم حين تجاسروا على الله وتجرأوا على شرعه، وإضلالهم لغيرهم، لأن الناس سيتبعونهم على ذلك. وقد بين الله أنهم أظلم الناس في سورة الأنعام، فالذين يفتون الناس على غير علم ويضلونهم هم أظلم الناس. ليضل الناس بغير علم، فمن أظلم معناه لا أحد أظلم من هؤلاء ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم، فهم أظلم الناس. ثم قال باب هل يجعل للنساء يوم على حدة في العلم، عقد هذا الباب هل يجعل الإمام للنساء يوما على حدة أو هل يجعل للنساء يوم على حدة في العلم، معناه يجعل لهن يوم يتعلمن فيه، فإنهن يستحيين وقد جبلن على الحياء ولهن كثير من الأحكام التي تختص بهن ولا يستطيعن السؤال عنها أمام الرجال وأمام الناس، فلذلك من الأدب والفضل أن يجعل لهن يوم. وأيضا النساء ذوات غيرة فيحتاجن إلى خصوصية في هذا، فلذلك جعل لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما. قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قالت النساء للنبي صلى الله عليه وسلم غلبنا عليك الرجال فاجعل لنا يوما من نفسك،
فوعدهن يوما لقيهن فيه فوعظهن وأمرهن، فكان فيما قال لهن: ما منكن امرأة تقدم ثلاثة من ولدها إلا كان لها حجاب من النار. فقالت امرأة منهن: واثنين. قال: واثنين. وفي رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه: لم يبلغ الحنث. هذا الحديث رواه عدد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عنه، قد ذكره هنا من رواية أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري الأنصاري رضي الله عنه قال: قالت النساء، أي قالت وافدتهن وهي زينب زوجة عبد الله بن مسعود، قد أخبرت أنها وافدة النساء للنبي صلى الله عليه وسلم: غلبنا عليك الرجال، وهذا من غيرة النساء، فالرجال مع النبي صلى الله عليه وسلم في أسفاره وفي مجالسه، والنساء يستحيين، وإن كنا يحضرن بعض المجالس مع الرجال في بيته صلى الله عليه وسلم، ويحضرن الخطبة في المساجد، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن منعهن من ذلك، كما سيأتينا في حديث ابن عمر: لا تمنعوا إماء الله مساهد الله. ولكن مع ذلك أردنا الخصوصية، فقالت: غلبنا عليك الرجال فاجعل لنا يوما من نفسك، فوعدهن يوما. الرسول صلى الله عليه وسلم أكرم الناس، ما سئل شيئا قط فقال لا، فلما سأله النساء أن يجعل لهن يوما لا يزاحمهن الرجال فيه، وعدهن يوما، خصص لهن يوما. هذا اليوم هل هو متكرر أو كان يوما واحدا محل خلاف، فقد جاء بعض الروايات تدل على أنه يوم متكرر، وهذه الرواية التي بين أيدينا في حديث أبي سعيد، وكذلك ما سيأتينا قريبا أيضا في حديث أبي هريرة، لا يدل على التكرار، وإنما هو يوم واحد وعدهن فيه. لقيهن فيه، اجتمع إليه عدد منهن، وليس المقصود أنه لقي جميع النساء المؤمنات، بل لقي عددا منهن فيه. فوعظهن وأمرهن، أمرهن معناه بالمعروف، فكان فيما قال لهن. هذا الوعظ ليس دائما نذارة، بل فيه بشارة، وهذا الهدي النبوي، لأن العيش الطبيعي للمؤمن أن يعيش بين الرجاء والخوف، فهو يرجو ويخاف، فإذا عمل صالحا رجا أن ينجيه هذا العمل الصالح، وخاف أن لا يتقبله الله منه، فيكون بين الرجاء والخوف، وإذا عمل سيئة خاف من عقوبتها ورجا مغفرة الله سبحانه وتعالى، فيكون بين الرجاء والخوف، إلا عند إقباله على الموت، فحينئذ يغلب جانب الرجاء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتينا في الصحيح: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن ظنه بالله تعالى. وقد جاء في القرآن كثير من الآيات التي تشعر بالجمع بين الرجاء والخوف، ومن أبلغ ذلك آية سورة الليل، فإن الله قال فيها: فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى. هذا رجاء عجيب جدا، هذه النار لا يصلاها إلا الأشقى، أشقى أفعل تفضيل، شديد الشقاوة، الذي كذب وتولى، فتقول: الحمد لله أنا لست كذلك، فيأتي الرجاء. لكن تقرأ بعدها: وسيجنبها الأتقى، شديد التقوى، الذي هو على مقامه التقوى، أفعل التفضيل، الذي يؤتي ماله يتزكى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. فتقول: أنا أيضا لست كذلك، فيأتيك الخوف، فتبقى بين الرجاء والخوف، فأولها للرجاء وآخرها للخوف. فلذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كان مما قال لهن: ما منكن امرأة تقدم ثلاثة من ولدها إلا كان لها حجاب من النار. أي امرأة قدمت ثلاثة من ولدها، أي لم يبلغ الحنث، كما في حديث أبي هريرة، لم يبلغ الاحتلام إلا كانوا لها سترا من النار، كما في حديث أبي هريرة، في حديث أبي سعيد هناك كان لها حجاب من النار، كان لها حجاب بينها وبين النار، وذلك لأجل الصبر، فالمصائب تكفر السيئات، مصائب المؤمنين تكفر السيئات،
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا المؤمن. وإذا أخذ الله صفي الإنسان من أهل الدنيا فصبر فما له جزاء إلا الجنة، كما بيّن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلا كان لها حجاب من النار، وفي الرواية الأخرى حجابا من النار، أي كانوا لها الثلاثة حجابا من النار. وفي حديث أبي هريرة سترا من النار. قالت امرأة منهن واثنين، لعل هذه المرأة فقدت اثنين من أولادها فأرادت أن يكون لها هذا الوعد، فقالت واثنين، فأجابها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال واثنين، قال واثنين. وفي رواية أبي هريرة، وفي رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه: لم يبلغ الحنث، معناه ولا إلى أولاد، ماتوا صغارا، فذلك أقمن لحزن أمهن عليهم، أمهم عليهم، وليكونوا حجابا من النار، لأن الكبير أصبح مستقلا وسيبعث وحده، يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. أما الصغير إذا كان من أولاد المسلمين فهو من أهل الجنة بالإجماع، وإذا كان من أولاد الكفار ففي خلاف على سبعة أقوال: قيل من أهل الجنة لأنه لم يبلغ الحنث ولم تقم عليه الحجة، وقيل من أهل النار تبعا لأبويه، وقيل من أهل الأعراف بين الجنة والنار، وقيل لا يحشر بل يبقى في البرزخ أصلا، وقيل بل يكون كأهل الجاهلية أهل الفترة فيمتحن، وقيل يوقف عنه فلا يتكلم فيه، وقيل يكونون كالدواب والبهائم فيحشرون لاستقصاء المظالم ثم بعد ذلك يذهبون. هذه سبعة أقوال. قد أشار السيوطي إلى بعضها في الكوكب الساطع فقال: والخلف في ذرية الكفار قيل بجنة وقيل النار وقيل بالبرزخ، والمصير ترمن والامتحان عن كثير، وقيل بالوقف، وولد المسلم في جنة الخلد بإجماع النوم، ولد المسلم بالإجماع من أهل الجنة.